وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسة الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.2 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 13.184 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف خبير الأسواق المالية الأستاذ أحمد سعد. يعني بداية وبعد التحية، كيف تقيم أداء السوق اليوم في منتصف الأسبوع وأيضا أبرز القطاعات الرابحة؟ أستاذ أحمد، يعني كنت أسألك عن يعني أداء والتداول في منتصف الأسبوع، واليوم ختمت وانتهت البورصة بارتفاع جمعي، وأبرز القطاعات الرابحة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة أداء إيجابي، استطاع المؤشر حقيقة أرباح كبيرة تحديدا منذ شهر أغسطس الماضي، قربت حوالي 32.5%. أعجاب التداول قرابة داخل البورصة المصرية خلال الفترة الماضية حوالي 1.5 مليار. طبعا آخر أداء إيجابي يرجع إلى بعض القرارات، خاصة قرارات البنك المركزي الأخيرة تحديد سعر الصرف وتعويض الجنيه يعني، وإعادة دخول الأجانب والعرب بشكل ملحوظ، ناتج للأداء الإيجابي لأداء الشركات في البورصة المصرية خلال 19 الماضية. خلى في إعادة تقييم الأصول بشكل ملحوظ. بالنسبه للمؤشر ال 30 طبعا هو النهارده قدر يقف عند 13184، بصراحه ولا 13184 يهم يتفرج مره اخرى عند 13500. بالنسبه للمؤشر اي جي اكس 70 مؤشر شركات السيارات المتوسطه، طبعا هو النهارده قدر يقف عند 2300 باختراق ان شاء الله 2800. اهم قطاعات النهارده وابرزها كان قطاع البنوك والقطاع العقاري وقطاع المركز المصرفي وقطاع الموارد الاساسيه. نعم، خبير اسواق المال احمد سعد، شكرا جزيلا لك.